وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد لكم عبارات الشكر والتقدير، شكرا لمشاركتكم المتميزة، وشكرا لمساهماتكم القيمة في إنجاح قمة الجزائر، وشكرا لجعلها قمة للم الشمل وتعزيز التضامن وتوحيد الصف العربي في ذكرى أم الثورات، ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وأوطاننا، وأن ييسر لأمتنا العربية سبيل الوحدة ولم الشمل. وبهذا أعلن اختتام مجلس على مستوى القمة في دورته العادية 31، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.